تعتزم الحكومة إعداد وضبط نموذج تنموي جديد سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة، يرتكز على التخطيط والمشاركة في كل الفاعلين من إداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين، يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والإشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة. وسيكون للجماعة المحلية دور محوري في بلورة هذا النموذج التنموي من خلال تقديم المقترحات والإعداد لهذا المخطط عبر ضبط الأولويات والمبادرة بالبرامج والمشاريع التنموية التي تتلائم مع كل منطقة وتتجاوب مع تطلعات سكانها.